مني شافونا جينا دابا مساكن عاد قالوا لهم يتوقفوا على العمل. لان مشاهدينا الكرام هذا هو الورش اللي وقع فيه الحادث المميت والفاجعه وشهداء لقمه العيش. هاد السيد اللي مات راه شهيد لقمه العيش. الله يكون مع هاد الناس البنايه اللي هما عندك هاد الناس راه هما الحلقه الاضعف. إذن في هذه اللحظات حضور رجال الأمن للورش اللي وقعت فيه الفاجعة واللي مات فيه واحد البناي مسكين اللي مات سور بلاس. هذا الورش اللي ما كيتوفر على حتى شي معيار من معايير السلامة والصحة لهاد البناية. وشفناهم مساكنة وما دازوا من حدانا، ما لابسين صبابط، ما لابسين جيليات، ما دايرين كاسكات، وخدامين نهار السبت. واش الكونطرا فيها الخدمة نهار السبت؟ واش هاد السيد غادي يكب على كرشو الماء؟ علاش هاد السيد حل هاد الثقب هكا قد ما ميلو في العمارة المجاورة؟ علاش وعلاش وعلاش؟ أسئلة عديدة خاص يجاوبوا عليها المسؤولين. علاش ما كايناش المراقبة؟ علاش هاد الناس اللي كيكونوا عندهم أوراش ما كيجيوش يراقبوهم المسؤولين؟ علاش الشرطة الإدارية ما كتجيش دير خدمتها مرة مرة؟ علاش ما كنجيو نشوفوا هاد الناس؟ واش موفرة لهم شروط الحماية والسلامة؟ واش كيتخلصوا مزيان؟ واش دايرين لهم لاكيس؟ واش عندهم تغطية صحية؟ ولا غير صافي مساكن هادو غير دوك الحلقة الأضعف؟ بنايت أنت ديال الموقف أشناهو هو؟ طاشرون هو اللي خصو يدير الفيلا ويتغنى ويولي لاباس عليه؟ عسباغ تا انت غيبين. حنا تنشوفوهم في هذوك اللي كيقولوا لهم العود وما شنو علاش كيطلعوا ديال العود دغيا مسكين يقدر يتقطع به القنب يطيح. ايوا سير، لا حياه لمن تنادي. المشاهدين الكرام يجب فتح تحقيق في هذه القضيه وفي هذه الفاجعه وفي هذه الكارثه. جوج ديال البنايه طاحوا، واحد مات وواحد الحاله ديالو جد خطيره، تم نقلهم على وجه السرعه، او المصاب اللي تم نقله على وجه السرعه من اجل تلقي الاسعافات الاوليه. اما السيد اللي توفى هو الان في مستودع الاموات. علم الله مساكن عائلته ملي غيسمعوا هذه الاخبار شنو غاديين يقولوا، كيفاش غتكون مساكن رده الفعل ديالهم؟ علم الله واش عنده شي مراه، عنده شي وليدات، هز شي عائله، هز ميمته. اذا في هذه اللحظات حضور السلطات الامنيه، رجال الامن، السلطه المحليه، الباشا ديال المنطقه والسيد القائد، وايضا اعوان السلطه اللي حاضرين بعين المكان من اجل انهم يراقبوا ويشوفوا اشنو وقع، ومن اجل المعاينه ديال هذا الحادث الخطير والمأساوي جدا واللي مشى ضحيته بناي عامل بناء. الورش كله على بعضه ملي كتدخل كيبان لك، ما كيبان لك داكشي عشوائي الصراحه، اللي تقبلهاش كاينه في هذاك مو بالاخر، ما عندوش علاقه كاع بهذا الورش هذا. راه دوك قال لك باغيين يديروا تما شي مطعم ديال الوجبات السريعه ديال الدجاج المقرمش. والسلطات وهذا عاوتاني مناسبه، جيو شوفوا دوك لي فونتيلاتور ودوك الالات وداكشي واش غادي انستاليوهم بطرق اللي هي قانونيه. هذا راه غيدار هنا مطعم، علاش دابا هما تاقبين تما؟ تما راه غيدار مطعم وهنا غيدار مدرسه. واقيلا واقيلا البروجي نفسه مولاه واحد، داكشي علاش مولاه واحد الصيف فصل كما بغاو يجي مول البروجي. واحد باغي يدير مطعم ديال الوجبات السريعه ديال الدجاج المقرمش، وفي نفس الوقت تخيلوا معايا في نفس الوقت غيدير مؤسسه تعليميه. هما السلطات راه خارجين من داك الثقب اللي دار هذا السيد، داير ما بغى. في هذه اللحظات السلطات المحليه والسلطات الامنيه راهم دايرين الخدمه ديالهم كما ينبغي. انا خويا بخير، لاباس عليك، طيبك الحمد لله.
داكشي ديني من مسؤولين أمنيين وأيضا من عملة مولاي رشيد ومن السلطة المحلية حاضرين بعين المكان لأجل معاينة هذه الفاجعة اللي وقعت وهذه الكارثة اللي وقعت هنا بمنطقة أمبروكا بمنطقة مولاي رشيد. إن لله وإن إليه راجعون. وفاة عامل بناء مشى ضحية ديال استهتار أحد المقاولين. نختم معكم هذا البث المباشر لما نتلاقوا بكم بث آخر.